فوضى عارمة، أقل ما يوصف به هذا المشهد أمام دائرة الامتحانات التابعة لمديرية تربية الكرخ الأولى في منطقة المنصور، والتي احتجز فيها كادر التغيير من قبل قوة حماية المنشآت ومكافحة الشغب، رغم حصول الكادر على الموافقات الرسمية للتصوير. ليس كادر التغيير فقط، بل تعرض الطلاب للضرب أيضا. الداخلية جايبها والشغب ودوكيا شايلين استاحة، احنا جايب طلق الفايف كتل وهايل وغلط، ويقول لك ليش الشعب جاهل. فمن صارت الراس اول ما ضربت ضربني لي وهاي يديه وارمه زين، رجعت علي مرت الاخ يقول لي وخر لا كسر راسك. يعني هي ما يصير، ترى احنا الطلاب يقدمون هنا سر الشغب يكسرون بظهورنا، طايت الفايل مالتي شققه. نعم. يقول لي وين ما تريد توصل صوتك وصله، قال له راح اشتكي بالداخليه، يقول لي انتم حمير وجايين هنا يقبلوها، ام هنا ام احنا بالشورجي ام بالتحرير ام جوكريت. مستقبلنا دو صوب القنادر، هذا مستقبل دو صوب القندره. من الصبح لحد هسه واقفين هنا مثل الطليان، شنو احنا؟ والنجاح نجحنا بالرشوه، ليش؟ العده مثل هاي يفوت. وزاره التربيه التي ستغلق ابواب التقديم الخارجي نهايه الدوام الرسمي ليوم غد 14 من كانون الثاني، وصفها الطلاب وذويهم بسوء التنظيم من قبل الوزارة ودائرة الامتحانات. أنا وجه سوء التنظيم بالداخل، يعني العدد هواي نعم، بس بإمكان أن يكون تنظيم، يطلع أحد كل واحد شغلته شكل، واحد يريد يختم مثلا وثيقة، واحد يريد يأخذ وثيقة، واحد يريد، يعني كل واحد شغلته شكل، أنظم عدة سراوات، يعني مو سرا واحد، كل واحد حتى يروح للشباك المطلوب. احنا ما كنا متوقعين، المدير مو بس مديريتنا، جميع المديرات ما كانت متهيئة بأن تتفاجأ بهذا الأعداد اللي هاي اللي راح تتقدم الامتحانات. نعم. فصارت عندنا هذه المشاكل. طيب. في زخم من راح تمددون التقديم؟ احنا لحد الآن ماكو أي خبر في تمديد الامتحانات باكر آخر يوم. بعد الاتصال بقيادة عمليات بغداد وإعلام وزارة الداخلية، تم الإفراج عما تم تسجيله من مادة تلفزيونية لبرنامج بلا عنوان. ضرب واعتداء بالهروات على طلاب يحملون فايلات التقديم فقط على التقديم الخارجي، زخم كبير على هذه المديرية، على هذه الدائرة قسم الامتحانات، أدى بعدد كبير من الطلاب لإصابات عديدة من قبل مكافحة الشغب وكذلك قوات حماية المنشآت. كما تعرض كادر التغيير أيضا إلى الاحتجاز ومحاولة مصادرة التسجيل ومحاولة مسح ما تم تسجيله من هذه اللقطات، ولكن تبقى قناة التغيير متواصلة ومتواجدة. من بغداد، مازن علوان، قناة التغيير.